اكيد غادي نحاولوا ان شاء الله نتكلموا على فريق المولوديه الوجيه واخر استعداد ديال المباراه المهمه امام فريق المحمديه، مباراه اللي كتعتبرها الجماهير المولوديه الوجيه فاصل باش انهم يزيدوا يزحفوا للامام، يعني خاصه وان الفريق بدا كيحقق نتائج ايجابيه في المباريات الاخيره. كانوا اجتماعات ماراثونيه ما بين المكتب المدير واللاعبين باش يزيدوا يدفعوا كاملين كمجموعه واحده بالنسبه للنادي في المباريات المقبله، لان كان اجتماع ديال رئيس النادي مع اللاعبين بالتمثيليه ديالهم طبعا اللي حضر فيها حركات خفيفه وكذلك الهاني وحضر كذلك الطاقم التقني باش انهم يدرتشوا بيناتهم. فطبعا المطالب اللي كانت هي مطالب ماديه بالنسبه للاعبين فيما كانت مطالب تحقيق النتائج بالنسبه للمكتب المسير، اتفقوا على انه وعد بيناتهم باش يحققوا المراد في المباراه ديال اليوم والمباريات المقبله، وكذلك على انه غادي يتصرف المستحقات ديال اللاعبين يعني اللي باقي في ذمه النادي. هذا فيما يتعلق بالاجتماع اللي كان يجمع ما بين الطاقم التقني وكذلك اللاعبين والمكتب المسير. بالنسبه للاستعدادات دازت مزيانه، تقريبا عرفت بحضور مجموعه من اللاعبين، فقط بعض الاسماء هي اللي غايبه في المباراه ديال اليوم، بوشنا وصبر كريم الهاني اللي صنع اللعب، فهذا من فاتي في اليسار الي غوش، فكيبقى لامين دياكيتي الي دروا هنا اللي ممكن انه يدفع بزكريا بحرو في هذه المباراه هذه، بالاضافه لاعب خافي. تقريبا هذا هو التشكيل المحتمل للمباراه، ما غاديش يكون تغيير كثير على المباريات اللي كيلعب بها، التشكيل اللي كيلعب به في المباريات السابقه، خاصه وان الفرقه كما قلت بدات كتحقق المراد، تحقق نتائج ايجابيه خاصه والسفر اللي كان طويل وطويل لاسفي، يعني عبر الحافله وحققوا نتيجه ايجابيه، والعوده كذلك عبر الحافله كان عندهم فتره الراحة اللي تقريبا يوم من بعد بدات الاستعدادات المرحلة ديال المباراة ديال اليوم، واللي اعتبروها مباراة كما قلت لك فاصلة، لأن 3 بوان غادي تخليك تلصق في المرتبة الرابعة وتقرب الفريق الجيش الملكي وبدا الطمع في المرتبة الثالثة اللي ممكن تخليك المشاركة الإفريقية. الهزيمة كتخليك ترجع للخلف يعني مع مجموعة من الأندية، المراد واحد بملعب شرفي بالنسبة للجماهير المولودية الوجدية والمسير، لأن تكلمت مع اللاعبين كاملين قبل هاد المباراة سارة، فكل شيء طامع في 3 بوان وكاين لومبيونس كان معنويات مرتفعه للمجموعه. ما بقى لي صرا الا رجع لك في انتظار نتلاقاو ان شاء الله في المباراه ديال اليوم طبعا اللي غادي تكون امام فريق شباب المحمديه. رجعوا لك.